نبضة فادي وطني الحبيب صباح الخير عرفت بالهمس يا نفحة بلادي وطني الحبيب صباح الخير وطني الحبيب صباح الخير بالحواس الخمس في نبضة فادي وطني الحبيب صباح الخير أعرفك بالهمس يا نبضة فادي وطني الحبيب صباح بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون والمشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم وطني الحبيب صباح الخير، حلقة نرصد من خلالها أهم الموضوعات والأخبار المحلية، كما يسعدنا التواصل معكم بالتأكيد. صباح الخير ليلى. أسعد الله صباحك بكل خير زميل محمد، أصبح عليك وعلى كل المستمعين والمشاهدين الكرام في حلقة هذا الصباح من برنامج وطني الحبيب صباح الخير، ويوم جديد نتمناه يوم سعيد على الجميع بإذن الله تعالى. لوحة جمالية متكاملة هو ما كانت عليه قطر أمس حين تكاملت البنية التحتية والمشاريع الرياضية والأجواء الجميلة وممارسي الرياضة في مشهد واحد، أكد على حب أهل قطر للرياضة. نعم زميل محمد، أنتج هذا اليوم صورا جميلة جمعت هذه العناصر الرائعة والتي أصبحنا نتابعها يوميا في قطر. وطني الحبيب صباح الخير. Yeah.
وطني الحبيب صباح الخير. حالة الطقس. حياكم الله أعزائي المستمعين أعزائي المشاهدين، والآن نتعرف على أحوال الطقس المتوقعة لهذا اليوم. ومعنا من إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني المتنبئ الجوي فاطمة اليافعي. فاطمة صباح الخير. صباح النور يا هلا. حياك الله. ما هو المتوقع للطقس بإذن الله لهذا اليوم؟ وبداية هل هناك تحذيرات؟ ننوه باستمرار التحذير البحري حتى ساعات مساء اليوم، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج حاليا ما بين 3 إلى 5 أقدام، يصل إلى 7 أقدام أحيانا نتيجة لاستمرار هبوب الرياح الشمالية الغربية النشطة لقوية السرعة داخل البحر. تكون الرياح أقل شدة على الساحل، مع أن طقس نهار اليوم يكون معتدل الحرارة نهارا يميل للدفء على بعض المناطق لتتراوح العظمى ما بين 21 إلى 30 درجة مئوية، تصل 26 درجة في العاصمة الدوحة مع بعض السحب، وتكون الأجواء باردة ليلا بإذن الله. كما ننوه لفرصة عودة تشكل الضباب الخفيف إلى الضباب على بعض المناطق من ساعات آخر الليل وحتى صباح الغد، وعليه يرجى توخي الحيطة والحذر. دمتم في حفظ الله، أشكر لكم حسن استماعكم، مع تحياتي إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. المتنبئ الجوي فاطمة اليافعي، شكرا جزيلا لك. وطني الحبيب صباح الخير. حركة السير. حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ومن حالة الطقس إلى حركة السير نتعرف على مستجداتها في طرقنا المختلفة الرئيسية، التقاطعات، المداخل والمخارج، من خلال الملازم أول خليفة سالم الحمد ضابط التحكم المروري بمركز القيادة الوطني. الملازم أول خليفة صباح الخير. نور يا هلا. يا هلا يا مرحبا، نتعرف منك على مستجدات حركة السير لهذا الصباح. إن شاء الله. نبدأ بالخط الأمامي للكورنيش على ما نشاهده من الكاميرات المرورية. بتكون الحركة من إشارات راس بعبود باتجاه إشارات المتحف الإسلامي، بتكون فيها كثافة سيارات. وبالنسبة إلى إشارات الإعلام وإشارات البريد بتكون فيها كثافة سيارات حاليا. وننتقل بعد ذلك إلى الخط الخلفي للكورنيش، بتكون فيها الحركة انسيابية باستثناء إشارات برزان، بتكون فيها كثافة سيارات من جميع الجهات بسبب التحويلات اللي موجوده على الشارع. وننتقل بعد ذلك الى الدائري الثالث، بتكون فيها الحركه طبيعيه جدا باستثناء اشارات بن عمران باتجاه الرياضه، تكون فيها كثافه سيارات حاليا. وبالنسبه الى اشارات رماده واشارات الشورى والاندلس حاليا فيها كثافه سيارات. وننتقل بعد ذلك الى الخطوط السريعه اللي هو طريق 22 فبراير وطريق سلوى، بتكون في أغلب الطرق بتكون الحركة انسيابية باستثناء إشارات قطر الديكور باتجاه مخرج مدمان، بتكون فيها كثافة سيارات حاليا. وننتقل بعد ذلك إلى شوارع الريان الرئيسية متمثلة في إشارات الفروسية وإشارات السواقة وإشارات المناصير، بتكون فيها الحركة طبيعية جدا. وننتقل بعد ذلك إلى مداخل ومخارج الصناعية، بتكون فيها الحركة طبيعية جدا. وفي الختام نرجو من السادة المستمعين والمشاهدين الالتزام بقوانين وقواعد المرور، ونتمنى لكم السلامة، مع تحيات الإدارة العامة للمرور. يعطيك ألف عافية الملازم أول خليفة سالم الحمد ضابط التحكم المروري بمركز القيادة الوطني، ودرب السلامة للجميع إن شاء الله. وطني الحبيب صباح الخير. أسعار الأسماك والخضار. حياكم الله أعزائي المستمعين أعزائي المشاهدين مرة ثانية، والآن ننتقل مع الزميل خليفة رميحي الموجود حاليا في سوق السيلية المركزي للخضروات والفواكه، وبالتحديد في صالة المزادات للمنتج الوطني. صباحك الله بالخير أبو أحمد. صباح الخير زميل محمد. طبعا في البداية نصبح عليك، نصبح على زميلة ليلى وعلى جميع الزملاء في إذاعتنا الحبيبة إذاعة قطر عبر برنامج وطن الحبيب صباح الخير، وأيضا مشاهدينا أينما كانوا داخل قطر وبرا قطر. ودائما نخص بالتصبيح أمهاتنا وأبهاتنا شيباننا وعيايزنا الكبار، نقول لهم عساكم على القوة. احنا اليوم متواجدين في سوق السلية المركزي، لكن وين بالتحديد؟ في صالة المزادات للمنتج المحلي، والأسعار جدا رخيصة. خلوني أبتدي هني، أنا حاول صراحة في هذا المكان أني أخذ الأسعار، والأسعار جدا رخيصة وصراحة ما نتوقعها ولا راح يتوقعها حد. لكن خلونا نشوف هني مع حمزة، أحاول مع حمزة أني أدور وأشوف كذا محل. السلام عليكم. مرحبا عليكم حمزة، افضالي شوي معليش عن إذنك.
كيف حالك يا حمزه؟ الله يطول عمرك. طيب ان شاء الله خير. الله يسلمك حمزه. اول شيء ساحه المزادات هذه او رمبه المزاد، نبي نتكلم عن الطماط. اليوم الاسعار وايد رخيصه، قول لي عن الطماط هذا اللي وراك كم اليوم راح؟ هاي كله بريال، على ريال صندوق ريال. صندوق بريال؟ صندوق بريال، هاي 14 خيار 14. الخيار 14. وهذه كوسه 7 ريال. 7 ريال كوسه. وهذا كبير بريالين. الكبير الكوسه الكبير بريالين. بريالين. وعندك الله يسلمك. زين خلينا نروح بعد قدام. خلينا نروح نشوف بعض الانواع. هاي سلكي 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 هاي 4 ريال. يعني هذا معلق تقريبا. معلق تقريبا. هاي 4 ريال الصندوق. والله صدمنا بالاسعار، صدمنا بالاسعار. لكن ايضا لمشاهدينا ومتابعينا، الصاله او القاعه حتى الان لم يسمح بدخول المتبضعين او زوار السوق، حتى الان هي مخصصه للتجار للمنتج المحلي. لكن ايضا في المستقبل باذن الله نتمنى ان نرجع 10 15 يوم بضايع شويه يرتفع زياده، يعني بتزيد يعني الاغراض بتزيد. هم بضايع يزيد، هم السعر يختلف يعني. يختلف. هاي الزهرة الحين اليوم ب 14. 14. أمس كان 9 ريال، اليوم راه ب 14. لأن خفف السوق يرتفع السعر. نعم، لكن خلينا نرجع حق هذا الطماط. هاي طماط. يعني بهذا الشكل. إيه. وقلت لي قبل الهوى على 3 ريال الصندوق. اليوم 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 3 ريال. 3 ريال أمس. أمس كان ب 3 ريال 4 ريال، بس ما يزيد. يعني هذا مثل ما الطماطة منتج محلي، الصندوق بثلاث ريال، في ما يقارب الستة أو سبعة كيلو يمكن؟ لا ما في، يمكن تقريبا ستة كيلو. ست كيلوات تقريبا بثلاث ريال الصندوق. ريال. شنو أرخص شيء اليوم يا حمد؟ بعد أرخص من هاي بعد شنو فيه؟ شنو الأنواع الموجودة رخيصة غير الطماطة؟ في طماطة على ريال بعد. تعال. على ريال فيه. زين. خلنا نشوف. وين نروح؟ وين نروح؟ زين باذنجان، باذنجان مثلا. هاي ثلاث ريال. 3 ريال. هاي 3 كارتون 3 ريال. صندوق هذا ب 3 ريال. 3 ريال. تعال 3 ريال. والله يا بلاش يا بلاش يا بلاش يا بلاش. انزين شو اللي تعرفه بعد؟ قول لي الفاصوليا مثلا كم اليوم؟ فاصوليا زين 25 24 25 الفاصوليا. ايه فاصوليا بس زين. الملفوف مثلا اليوم كم؟ هاي 3 ريال وريالين. هاي ملفوف 3 ريال. هذا الصندوق هذا الكبير. هاي صندوق ب 3 ريال. هاي شوف هاي كله انا بيت على الريال كله. على ريال. صندوق ريال على ريال. والله كم كيلو في الصندوق هذا؟ يمكن في 5 6 6 تقريبا 6 يعني على ريال اقل من اربعينات صندوق، يعني اقل من اربعينات الكيلو. ايه الكيلو. زين خلينا نشوف شنو اللي مو موجود في المنتج الكبير. لا مال الدوحة موجود، كل شيء موجود. كل شيء كل شيء موجود. مال المواد شو اسمه بروكلي كم اليوم راح؟ بروكلي 14 15 10 البروكلي. خس فيه؟ خس فيه بس ساعات فيه ساعات يعني. لا في حدود كم الخس يكون؟ تقريبا 10 ريال. 10 ريال. 10 صندوق كبير 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 12 14 بس. صغير 5 ريال 3 ريال 4 ريال نوع خس على الوزن يعني بس هالشكل. حمزه كم مزرعه تقريبا تنزل في السوق هنا؟ تقريبا عندي انا اول يمكن ساعات بالنسبه ساعات مزرعه، في كبير وفي مزرعه صغير. في مزرعه كبير عندنا يمكن حوالي 20، وزغار مثلا يمكن فوق 20 25 يعني كل 30 40 مزرعة. صالة المزاد متى تفتح الصبح؟ الساعة 5 ونص الفجر. متى تسكر؟ الساعة الحين امر الناس 11. 11 لازم يفضي بضاعة. يفضي كل شيء، لأن بضاعة كلمنا المسؤولين هاي ما قصروا معنا، قال لنا الحين بضاعة وايد فوق، الحين مثلا 40,000 صندوق هاي بالساعة ساعتين ما يقدر واحد. 40,000 صندوق؟ اي كله في زيادة يمكن بعد. صح. أكثر. بس قالوا خلاص الساعة 11 شيلوا. ان شاء الله تتمنون قريب ان يكونون المواطنين يشترون من السوق ان شاء الله، عشان المواطن يجي بس يرتفع السعر احسن شوي حق مزارع يعني. حق المزارع مزارع يرتفع يعني. زين فلفل بارد على كم راح؟ هاي بريالين. بريالين. هاي بريالين. زين والفلفل هذا الحلو هاي 5 ريال 4 ريال 5 ريال بس ما يروز يعني. يعني هذا المنتج المحلي. هاي منتج محلي. لا تقولون المشاهد يتابع ويشوف هذا المنتج رقم المحلي. رقم واحد. رقم واحد بخمس ريال الصندوق، وهذا بعد أظن رقم واحد. إيه؟ يعني حتى جودة المنتج يبين جودة المنتج. قلت لي كم الصندوق؟ هاي ثلاث ريال ريالين ثلاث ريال بس. ريال ريالين ثلاث ريال. ما يزيد. ما يزيد.
اليوم اللي يزيد كم يوصل؟ في اليوم بس اليوم ما تدري الله يعلم. هاي السوق هاي السوق عرض طلب يمكن في يوم 10 ريال يمكن 15 ريال. لكن اليوم 3 ريال. اليوم 3 ريال بكره يمكن 4 ريال بعد اقل يعني. السوق هزب السوق عرض طلب. عرض طلب. ايوه. اليوم نلاحظ الطماط مليان. كل يوم الحين. ليه هاي شوف اللي بعده حوالي 20 يوم زي طماط شوي خفف زي ملفوفي خفف زي زهري خفف. بعد شيء بضاعة خفيف يرتفع. زين حمزة كم شركة مزاد تشتغل في السوق؟ أربعة. أربع شركات. إيه. أنتم من ضمنهم؟ أنا واحد وثلاثة باقي. وثلاثة معاكم كل واحد عنده مزارع خاصة فيه تتعامل معه. مزارع حر نفسه. كلها. كيف؟ مزرعة على كيف؟ مزرعة على كيفه. يبي يجي عندي أهلا وسهلا. يبي يجي عند هذاك أهلا وسهلا. يبي مكان ثاني أهلا وسهلا. يبي يروح يبي أهلا وسهلا. يبي يودي مكان ثاني. زين المحلات اللي برا تشتري من هنا ولا تشتري من السوق؟ لا المشترين من هنا. من هنا. بعضهم يشترون من هنا بعضهم يشترون من روحهم في روحهم. يعني واحد مثلا واحد يشتري يوزع على أكثر من محل. أكثر من محل. نعم. متفقين هم مع بعض يعني. بس رونا دلال نحرج. بعشرة بعشر بريالين بخمس لازم نبيع. ما نخلي يعني بضاعة رايزر. لأن يوم تخترب. لا هم يخترب وهم رايزر بعد جاب وين يودي؟ وين يودي؟ لازم نبيع. في الليل ينزل في الليل من الساعة 2 الظهر موجودين لساعة 10 11 ننزل كل شيء نرتب كل شخص اسمه عدد الصناديق مسؤول ومحاسب يجي يحسب كل شيء ودلال الصبح يجي يحرج سوق الطلب. لكن يا حمزة بعد رغم ان انتم تبيعون هنا بريالين وثلاثة لكن السوق تعرض فيه بضاعة بالملايين. بعد هاي الله يعلم يعني صراحة بقول لك يعني كله بس السوق ما تدري شنو اليوم بعشرة بكرة بعشرين بكرة بخمسة بعد بكرة كل يوم عن يوم يتغير ما في كل يوم عن يوم يتغير بس حسب بضاعة كان مثلا علي انت بضاعة جبت جاب بضاعة من برا يختلف ينزل السعر مال دوح كان بضاعة ما في من برا يرتفع السعر. يعني انت تتمنون ان يجون الناس اهل قطر والمقيمين يشترون من هنا. ايوه كان يشترون ايه كان يشترون مثلا انا مثلا تاجر شرى مثلا 200 صندوق 300 صندوق باء يوم ثاني يشتري 500 صندوق صح ولا لا؟ والمواطن بعد يجي يشتري المواطن يشتري المقيم يشتري المقيم يشتري اي واحد في خاطر يشتري يعني طبيعي زي اول يعني عادي. بارك الله فيك يا حمزه على المعلومات هذه كلها. كان ودي انا صراحه لكن تتعرف حال السوق ما نقدر نوقف عند كل تاجر لان كل واحد مشغول وفي ناس مش موجوده لا عند بضاعته. أي وقت في شيء انا كل يوم الصبح من ساعه 6 الصبح موجود لساعه في المكتب لساعه 11 وبعد في الليل تعال في الليل شوف ساعه 6 موجود لساعه 9 في الليل. بارك الله فيك. ما عندنا الا الله ثم انت الحين في هذا المكان. سيارات ينزلون من جهه ثانيه ومن جهه ثانيه مفتوح سيارات ينزلون عمال ينزلون كل واحد مرتب يعني شغل. مشكور يا حمزه مشكور مشكور. مثل ما شفنا او سمعنا مشاهدينا ومتابعينا ايضا مستمعي اذاعه قطر عبر برنامج وطني الحبيب صباح الخير في هذه القاعه او اللي كان اسمها في الماضي رمبه المنتجات القطريه اليوم اصبحت صاله كبيره للعرض غير مكشوفه مكيفه ايضا البضائع مرتبه غير هذا شفنا الاسعار يعني نتكلم اليوم صندوق الطماط بريال والنوعيه الجيده او النوعيه الاولى من المنتج القطري بثلاث ريال الصندوق فيه تقريبا ما يقارب الست كيلو نتكلم عن الكوسه ايضا ما بين الثمانيه الى عشره ريال والحجم الكبير في حدود الاربع ريال يعني هناك اشياء كثيره انا فعلا كان ودي ايضا القي نظره على البقوليات كم اليوم كم؟ 30 30 يمكن الفاصوليا غالية الفاصوليا غالية وعموما الفاصوليا دائما حتى اللي تأتينا من برا من خارج الدولة تكون غالية هناك أيضا البقوليات كان ودنا نطلع عليها وأنا أعرف أن أيضا البقوليات يمكن تكون الصندوق فيه 10 ربطات في حدود 7 ريال و6 ريال و5 ريال وتنزل حتى 4 ريال إذا نقول السعر في صالة المزادات هو الأفضل لكن أيضا نتمنى في القريب العاجل أن يكون هناك حضور لمواطنينا ومقيمينا للشراء من هذه الصالة ودعم أيضا المنتج المحلي. أنا دائما في نهاية هذه الفقرة وعلى الهواء مباشرة أقول لكم سامحونا على قصور بذر منا يمكن هذه الصالة جدا كبيرة ما قدرنا نغطيها بالحجم أو بالمعنى الصحيح لكن حاولنا بقدر الإمكان نلقي الضوء على الموجود فيها
ويقول دائما في نهاية هذا اللقاء سامحونا على قصور بذر منا، على أمل لقاء بكم بإذن الله يوم القد في كبرة أم صلال علي لمحبين الأسماك. والآن عودة إلى الزملاء الأعزاء محمد وليلى في استوديو وطن الحبيب. صباح الخير زميل العزيز خليفة رماحي، شكرا جزيلا لك، اللي كان طبعا موجود في صالة المزادات للمنتج الوطني في سوق السيلية المركزي للخضروات والفواكه. نعم، وما زالت فقراتنا مستمرة، والآن مع فقرة جرايدنا اللي نتعرف من خلالها على أهم وأبرز عناوين وأخبار الصحف لهذا اليوم من خلال زميلتنا نوف بهزاد. نوف صباح الخير. صباح النور زميلتي ليلى، أصبح عليكم وعلى مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وحياكم الله في هذه الإطلالة اليومية على أهم أخبار صحفنا المحلية. جرايدنا. البداية من جريدة الشرق، وفي خبر تحت عنوان افتتاح أكبر ميدان رياضي في العالم بمعسكر مقدام، حيث افتتح سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع ميدان الكاليستنك، والذي دخل موسوعة جينيس كأكبر ميدان كاليستنك في العالم من حيث المساحة والمعدات بمعسكر مقدام للخدمة الوطنية. وحضر الافتتاح سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة وعدد من قيادات الخدمة الوطنية. ومن أخبار الشرق أيضاً، اعتباراً من الجمعة لا زوار نهائياً لأربعة مرافق تابعة لحمد الطبية واشتراطات جديدة للبقية، حيث أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن تغييرات في سياسات الزيارة بمرافق المؤسسة اعتباراً من يوم الجمعة 12 من فبراير الجاري، مشيرة إلى أنه لن يسمح باستقبال الزوار في المرافق التالية: مركز الأمراض الانتقالية، مستشفى حزم بريك العام، المستشفى الكوبي، ومستشفى مسعيد. وقالت المؤسسة وفق حسابها الرسمي على تويتر إنه نظراً لتزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 في دولة قطر، فقد تقرر إجراء بعض التغييرات المهمة على سياسات الزيارة بمرافق مؤسسة حمد الطبية. وننتقل إلى الراية، قطر الخيرية تطلق الملتقى التدريبي المتقدم للفائزين بكتاب المستقبل، حيث أطلقت قطر الخيرية فعاليات الملتقى التدريبي المتقدم للمخصص للفائزين في النسخة الرابعة من برنامج كتاب المستقبل بمشاركة 24 طالباً وطالبة من جميع المراحل الدراسية الابتدائية، الإعدادية، الثانوية والجامعية، بهدف مواصلة تطوير مهاراتهم في مجال كتابة القصص، وحرصاً من البرنامج للوصول بهم إلى الاحترافية في هذا المجال. ومن أخبار جريدة الوطن، انطلاق مسابقة الهاكاثون للابتكارات الرياضية بالنادي العلمي، حيث انطلقت فعاليات مسابقة الهاكاثون للابتكارات الرياضية بالأمس التي ينظمها النادي العلمي القطري بالتعاون مع عدد من الشركاء والداعمين تحت شعار التكنولوجيا في خدمة الرياضة بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، والذي وافق يوم الثلاثاء 2 فبراير من كل عام. وفي آخر أخبارنا اليوم من جريدة العرب، إشادة دولية بإنجازات دولة قطر في مجال الصحة النفسية، حيث أبرزت المجلة البريطانية للطب النفسي، وهي مجلة علمية مرموقة دولياً متخصصة في مجال الطب النفسي، إنجازات دولة قطر في مجال الرعاية الصحية النفسية باعتبارها نموذجاً يحتذى به في المنطقة. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، هذا ما كان لدينا في فقرة جرايدنا لليوم، ولقراءة المزيد من التفاصيل يمكنكم الاطلاع عليها من خلال صحفنا المحلية الراية، الشرق، العرب والوطن في نسختيها الورقية والإلكترونية. والآن عودة للزملاء محمد وليلى في الاستديو. يعطيك ألف عافية زميلتنا نوف بهزاد، أطلعتينا على مجموعة من الأخبار المنوعة من صحفنا المحلية لهذا اليوم. ومستمعينا عبر أثير إذاعة قطر ومشاهدينا عبر شاشة تلفزيون قطر، التواصل معكم يستمر بإذن الله حتى 9:30 في برنامجكم وطني الحبيب صباح الخير.
وطني الحبيب، صباح الخير أعزائي المستمعين أعزائي المشاهدين، حياكم الله مرة ثانية. هذه عودة لبرنامجكم، عودة لمكالماتكم الهاتفية، رسائلكم النصية القصيرة وكذلك رسائل الواتساب. ونبدأ باستقبال مكالماتكم الهاتفية. معنا أولى مكالمات هذا الصباح، معنا أم عبد العزيز. أم عبد العزيز صباح الخير. صباح النور والسرور. حياك الله، يا مرحبا فيك، تفضلي طال عمرك. بداية حبيت أني أشكر كل القائمين على البرنامج وإتاحة الفرصة لي أني أتكلم وأني أطرح مشكلتي. مشكلتي أني ما قيموني من كم سنة، من 2018 و19 والحين 2020، أني كنت في رحلة علاج وأن من الدولة هي معطتني الموافقة والدوام هم موافقين يعني على دراية في الموضوع. المشكلة لحد الحين أنه ما قيموني. كلمت المسؤولين أن يقيموني وكلمت الموارد البشرية عشان يقيموني، بس لحد الحين التقييم مش موجود وأخروا ترقيتي المستحقة. يعني ما أدري والله المشكلة طبعاً. يعني أنه لازم حد يحلها. طيب، الموارد البشرية عندكم في الجهة اللي أنت تشتغلين فيها إيش قالوا لك؟ قالوا لي لازم من قبل الإدارة، الإدارة هي اللي تقيمك. قلت لهم الإدارة رافضين. ليش رافضين؟ قالوا لي رافضين، قالوا عشان أنت كنتي يعني في علاج في الخارج وإحنا ما نقدر نقيمك. طيب حتى لو الواحد كان في طريقة معينة بالتأكيد. لازم نعم. بالتأكيد في القانون موجود، يعني في هذه الحالة شو الحل؟ تواصلتي على السنوات اللي طافت إني قيموني أكيد من لازم الموارد هم اللي قيموني. الموارد مو بالإدارة نفسها. اي نعم. طيب. بس أنا قدمت تظلم ولحد الحين بانتظار الرد منهم، بس مشكلتي إن من 2018. الحين أنت 2018 يعني 2019 كان في تقييم. لا ما كان في تقييم. يعني 2019 و20. ما راح نقيمك. يعني الحين عندك آخر تقييم لك كان 2018. اي نعم، لا 2017. 2018 ما أخذت أي تقييم و19 ما أخذت تقييم. يعني ثلاث سنين الحين. نعم. ثلاث سنين ما أخذت أي تقييم. أي نعم أي نعم. ورجعتي لشغلك حاليا ولا للحين؟ لا لا، على رأس عملي أنا موجودة. كم صار لك الحين وأنت على رأس عملك؟ لا كل سنة يعني كنت أسافر يعني أتعالج وأرجع، يعني لمدة 6 شهور 5 شهور تقريبا. طيب. وارجع. وتداومين إيه؟ وتداومين بحدود 5 شهور او 6 شهور الى 7 شهور في السنه. اي نعم. طيب ليش ما يتم تقييمك على هذه 7 شهور؟ انا مش عارفه، او 6 شهور او 5 شهور ايا كانت. نعم. يعني ما ان انت كنتي على راس عملك، انا على بالي ان انت يعني 3 سنين لم لا 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 لا، كنت يعني ارجع من رحله العلاج واداوم. بس المشكله ما قاعدين يقيموني. قدمت تظلم وخاطبت الإدارة وخاطبت الموارد. طيب أثناء ما كنتي موجودة في الدوحة، سؤال أختي أم عبد العزيز. إيه نعم. أثناء ما كنتي موجودة على رأس عملك في الدوحة أثناء فترة العلاج. إيه نعم. هل كان الدوام طبيعي بالنسبة لك؟ يعني كنتي تداومين بشكل طبيعي؟ أحيانا كنت في علاج، يعني أن يعطوني مثلا سكليف يعني وحسبوا الأيام، أحسبوا الأيام أوكي، بس أن التوتل ان عدد الايام اوكي. اذا انتم حسبتوها ان الايام اذا مدتها 8 شهور كما هو وارد في القانون، ان يمكن على الموارد البشريه او ان اقل من 8 شهور، اتوقع ان على الاداره. بس هم حتى كلمت الاداره قالوا هي، قلت لهم ان هي تعسف استخدام الحق اذا انتم يعني انا بتقييمي، حتى ان اخروا ترقيتي، الترقيه المستحقه اللي في 25/1/2020 اخروها. اي نعم، انا يعني حتى ترقيتي تاخرت. طيب ام عبد العزيز، يعني اتمنى بس الاخوه في كذلك وزاره التنميه الاداريه والعمل والشؤون الاجتماعيه، لان يعني هم الاقدر على حل مثل هذه المشاكل، بس لو يوافونا بالقانون نفسه، يعني بدنا نعرف يعني في حاله ام عبد العزيز ايش المفروض انه يتم. كانت عندها إجازات مرضية أو حتى كان عندها فترة من الفترات علاج بالخارج لمدة 3 سنوات، يعني الفترة ما لم تكن كاملة 3 سنوات، ولكن فيها ما لا يقل عن 5 شهور إلى 6 شهور سنويا يكون عندها علاج بالخارج، ولكن في الفترة اللي تكون موجودة فيها في الدوحة تكون على رأس عملها مع بعض
يعني الإجازات المرضية. لذلك يعني موضوع التقييم مهم حاليا، لأن لا يتم ترقية الموظف، حتى الترقيات العادية الدورية لا يتم ترقيتها إلا بهذا التقييم. لذلك التقييم بإمكانهم يعني على حسب إما أنه والله يشوفون في السابق كيف كان أداءه قبل هذه 3 سنوات، وجودها في 6 شهور أو 7 شهور اللي كانت تداومها شلون كان أداءها، بإمكانهم تقييم الأخت أم عبد العزيز. لذلك أتمنى صراحة من الجهة المسؤولة والتي تعمل بها الأخت أم عبد العزيز وكذلك الأخوة في وزارة التنمية الإدارية إيضاح هذا الموضوع. معنا أيضا هذه المداخلة من يوسف. يوسف صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صبحكم الله بالخير. صبحك بالنور والعافية. تفضل يا أخوي. أنا أشكر لكم على إتاحة الفرصة لي لإبداء الله يسلمكم ملاحظة خطيرة تكرمون بخصوص الكلاب الضالة. نعم. زين، أختي هذه في منطقة بروة اللي هي السكنية اللي هي الأسيوية التجارية. على العموم أنا أرسلت لكم واتساب فيه تبين عندكم المحل التجاري بالخصوص إلى الموقع اللي هم فيه وكمية البشر الموجودين في المنطقة هذه، والله يعزكم يعز المستمعين والمشاهدين كمية الكلاب المتواجدة في المنطقة نفسها، فما يقدر حد يمر مني إلا لحقوه وقاموا تكرموني نابحون عليه. فيعني في ملاحظة قوية بخصوص فيها خبر قبل أسبوع، تكلم واحد من الأخوان بعد في منطقتهم في الفريج اللي هم فيه، قال لو يطلع طفل أو يطلع واحد في الليل بيروح يصلي أو الفير بيروح يصلي يمكن يأكلونه وينهشونه، هذا يطبون عليه يعني ما يقدر يدافع عن نفسه. كمية كبيرة جروبات كاملة. صحيح، مجموعات وكثير من الاتصالات وصلتنا يوسف، وكثير حتى من الفيديوهات اللي وصلتنا والصور اللي كانوا مصورين. صحيح. يعني مجموعات كبيرة في مناطق متفرقة، ما نتكلم عن منطقة أو منطقتين. أيوة. انتشرت هذه الظاهرة في أغلب المناطق تقريبا. أختي حتى عندنا هنا في منطقة مسيعيد الصناعية وانت طالعة مثلا الدوام الرسمي حصة اللي وردية الظهر بيطلعون في الليل على الساعة 11، عقب ما في نص المسافة هاي لو تخففين السرعة تكرمي الله يعزكم يلحقون السيارة، يبي ينقف الرفرف مال الموتر يجي عند التاير تسمعونه 4-5 ورا يعني يشلون صوت أعوذ بالله. فيعني لو واحد يبنشر في المنطقة دي يخاف ينزل يضرب سبير يبدل سبير التاير، يعني لو ينزل راح تروح عليه 100% ما يلقون الصبح إلا منتف. منطقة خطرة أقول سكني بسيارة ما تقدر تسجلوا تبنشرين في المنطقة هذه. فالمشكلة الحين أنا كلمت جناح الأثر من فترة بخصوص الموضوع هذا، جناح الأثر قالوا إحنا حولنا الموضوع على البلدية. البلدية تكلمينها ما عندها ذيك الإمكانيات، بالمفروض هذه وزارة واحدة ما تقدر توفي بالغرض نفسه، بالمفروض تكاتف عليه 3 وزارات اللي هي البيئة. نعم. سمعتي؟ وجناح الأثر بالإضافة إلى البلدية. هو بالتعاون بين الاثنين يعني وزارة البلدية وأيضا الأخوة في وزارة الداخلية، هذا اللي نعرفه الداخلية يعني. اللي هم تابعين جناح الأثر والبلدية. صحيح. والبيئة كذلك، لأن هذين تعرفين لو راح أصاب البرا الحين عندنا محميات. نعم. لو خلوا المحميات هذه كلوا طبعا الأشياء اللي زي الأرانب والأشياء هذه اللي هي طبعا الدولة محافظة عليها في المحميات. صحيح. يعني والفيديوهات وصلت يعني أخو يوسف يعني حاليا أمور. نعم. خطرة ونطلب من الجهات المعنية التكاتف على أساس تختفي هذه الظاهرة من قطر كلهم الفرجان ومن الجمعات اللي هي في الأسواق ولا ذي. نعم. وأنا ما أبغي أطول عليكم وشاكر لكم حقيقة. أخو يوسف بس قبل لا ينتهي هذا الاتصال بس تأكد علينا المناطق اللي ذكرتها. المناطق الله يسلمك منطقة مسعيد الصناعية بعد بوابة الأمن الصناعي اللي هي 2 وانتي متجهة إلى الواكرة. نعم. وبالإضافة إلى اللي هو السوق اللي هو اللي في سوق بروة القرية الأسيوية، هاي معروفة سوق بروة، داخلها في جهته وجهة المقبرة هناك. نعم. منطقة المقبرة هذه اللي هي بوهامور، بعد في الجهة الثانية ترى فيها من تجي تدخلين المنطقة هذه وين وقف النشاتيل والدناكر. ايه؟ بالإضافة لداخل السوق هاي في الوسط شفتي وين يقعدون الناس على المنتزهات الحشيش هاي المزروعة، وذي ناس تقعد تتسلى هني مكان حلو والدولة عائلات يعني وتعبان عليه ويعني ما قصرت الدولة. صحيح. لكن للأسف الأشياء هذه اللي تعيق الأمور هذه. إن شاء الله يوسف إن شاء الله يكون في تدخل. الله يجزاك خير ويعطيك العافية يوسف. يا مرحبا يعني نضم. مع السلامة. الله يعافيك سلمك. يعني نضم ملاحظة أخونا يوسف للمجموعة الكبيرة من الملاحظات اللي وصلت للبرنامج سواء عبر المداخلات الهاتفية أو عبر الرسائل النصية ورسائل الواتساب. مجموعة كبيرة وصلتنا على هذه الظاهرة أصبحت مؤرقة لأهالي المناطق
بشكل عام للعائلات للأطفال، يعني حتى أصبح تواجدهم بالقرب من متنزهات ومن أسواق. يعني المشكلة فعلا تحتاج إلى تدخل، تحتاج إلى حل، تحتاج إلى وقفة من الجهات المعنية، الأخوة في وزارة البلدية والأخوة في وزارة الداخلية. نتمنى تكون في حملات على كل المناطق في الدولة. ذكر يوسف يعني في مسيعيد وغيرها من الأماكن، ذكروا ناس في أبا الحيران وفي الوكرة، يعني مناطق كثيرة يعانون من هذه المشكلة. نتمنى يكون في حملات، نتمنى يعني يكون في حل جذري لهذه المشكلة، وإحنا ما زلنا بانتظار الرد. يعني أكثر من مرة طرح الموضوع، أشبع طرحا في برنامج وطن الحي بصباح الخير، وما زلنا بانتظار الرد وبانتظار الحل لهذه المشكلة. وطن الحبيب صباح الخير، معانا مفهد. مفهد صباح الخير. صباح الخير، حياك الله، تفضل مفهد. الله حيك. الله يسلمك. أنا يبقى مقدمة صار لي 4 سنين على عزبة. نعم. أيوة. كم مرة راجعت عليهم يعني ما قالوا لي يعني رد، يعني يعني رد، يعني قال يعني قدم شيء سوي شيء أبدا. الحين أنا الله يسلمك عندي حلال مخليته عند ناس، بس قلت له أنا يعني تبون أرسم الحلال أسويه، قال لا 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 لا, لا. أول أخذ العزبة لو أعطنا، وزعنا العزب وأعطنا عزبة هذه الساعة. النظام القديم كان ترقيم قبل التخصيص، ولكن الآن الأول التخصيص وبعدين ترقيم الحلال. إيه قال أول أخذ العزبة وبعدين رقم الحلال. ما في طالبة في مكان معين أم فهد؟ إيه الله يسلمك أبو سيد، رحنا مسجلين من زمان صار 4 سنين والله. نعم. تبهدلت يا يبا، عندي كابينة كل ما أسحب أجيب لباكستاني يأخذ مني 300 ولا 400، نطلع يوم الجمعة بس وديه وجيبه. وتبهدلنا يا يبا، وشالين قشنا وحاطين قشنا، حاشاك ما عندنا منفذ إلا الله يسلمك هالبر. تعرف أنت كورونا ما عندنا غير هالبر، نطلع على هالبر ما في. إيه؟ عموما نفاد، آخر مرة راجعتيهم متى البلدية؟ والله قبل شهرين كذا. وما في رد يعني، ما أعطوك أي شيء؟ لا لا لا, لا ما أعطوني يعني كلام سليم، ما أعطوني رد كلش. طيب يا فهد، عموما أنت لي حتى أنا سألت وقال الحين رافعين يقول أسماء على الوزير جزاً. أنا من ضمنهم رفعت اسمي معاهم، قال لا أنت الحين حولناك هاللجنة. 4 سنين حولنا على اللجنة ليه؟ يعني أنت للحين توج بتحولين الحين على اللجنة عشان شوفون؟ إيه يقول تو حول عقب 4 سنين. أقول تو حول، قلت يبا أنا تبهدلت، يبا تبهدلت أنا. هذه مي حالة. 4 سنين حولنا على اللجنة، ليه ما رفعتوا مع الأسماء رفعتون على الوزير؟ يعني المفروض يعني صار لك 4 سنين الآن، المفروض إنه يعني يكون خلاص عدت على اللجنة بس باقي التخصيص يعني. لذلك أتمنى من الأخوة في وزارة البلدية والبيئة النظر في هذا الموضوع، موضوع العزب، لأن يعني مجموعة كبيرة صراحة، سواء بالرسائل أو حتى بالاتصالات، واللي صار لهم 4 سنين وثلاث سنين وخمس سنين وست سنين. نتمنى صراحة أن يتم حل هذا الموضوع بتخصيص العزب الخاصة لهم، وخاصة أنه يعني في ناس من أيام ما كانوا، كان القانون أول شيء الترقيم وبعدين التخصيص. لذلك يعني هذا يعني مؤكد بأن لديهم حلال ومرقم، والحلال اللي عندهم الحين موجود عند يا يعني ناس من أقاربهم أو حتى من أصحابهم. لذلك من المهم أنه يتم تخصيص. كذلك هناك في ناس والله لم يرقموا، مثل حالة الأخت مفهد تقول أنا ما رقمت لحد الآن لكن عندي حلال موجود. لذلك أتمنى أن يكون لهم الأولوية، وخاصة أنه من المهم يعني في النهاية نرجع لموضوع الأمن الغذائي لدولة قطر، وهذه المواشي مهمة، ويجب دعم هؤلاء المربين، مربين الحلال، حتى لو كانت الأعداد بسيطة. تأكد وجود عدد كبير مع أعداد قليلة ترفد السوق بهذه اللحوم. منا إلى الأخوة في وزارة البلدية والبيئة. أيضا معنا أم أحمد. أم أحمد صباح الخير. هلا والله، صباح النور، شلونك؟ يا هلا ويا مرحبا أم أحمد، حياك الله، تفضلي. الله يرضى عليك حبيبتي، بس كنت بأتكلم موضوع بعد عزة شغل الكلاب في منطقة أم صلال علي. نعم، بعد نفس الشيء. أيوة، أم صلال علي، أم العمد، هاي يمكن أتوقع أن أكثر منطقة في الدوحة. أتوقع يعني وصلتنا ملاحظة بعد على أم العمد. أي يعني حتى في أم صلال علي صوب بيتي أنا نفس الكلام، إحنا مش قادرين نفتح باب الحوش. شوفي لأي درجة مش قادرين نفتح الباب، ولا نقدر نمشي في الفريج، ولا نقدر نطلع أي مكان إلا الباب، لازم أكد على الخدامة
والدري والأكد عليهم أن البيبان تتسكر، يعني فجأة تطلعين بالحوش تلاقين الكلاب عز إن شاء الله داشين داخل. نعم. يعني هذا اللي نتكلم عنه يا أم أحمد، أصبحت مشكلة مؤرقة للعائلات، لأن يعني خوفا على أطفالهم يخافون. يعني أذكر يعني جاتنا ملاحظة، صاحبة يقول أنا ما أقدر أخلي حتى عيالي يطلعون في الحوش، هذه مشكلة صحيح. فعلا لا، لأن صدق والله يعني أشكالهم بروحها تخوف بصراحة. يعني بدوركم ما تواصلتوا مع أحد أم أحمد؟ بلغتوا اشتكيتوا؟ والله من فترة احنا كنا بعد أتوقع كنا مطرشين مسج، يمكن زوجي كان مطرش لكم بعد مسج من فترة طويلة، يعني كان من سنة، بس ما في فايدة لأن الحين ما شفنا شيء. كل مالها عز إن شاء الله تزيد ترى مجموعات، صح مثل ما ذكروا يعني أصحاب الملاحظات أيضا. يعني والله أنا الحين توني طالعة ونفس الكلام، والله أني قاعدة أوصي السواق أقول أسكر الباب عدل، نتفاجأ شوي في الحوش أن نلاقيهم جاييننا من وراء البيت. من زمان تعانون أم أحمد من هالمشكلة ولا تشوفينها مشكلة سنتين. مستجدة حاليا؟ سنتين أنا لأن توني ساكن المنطقة هذه سنتين على هالحال. نعم إن شاء الله يتم حل الموضوع يا أم أحمد. يعني أيضا أنت ذكرتي مناطق أخرى غير المناطق اللي ذكرت في برنامج وطن الحين صباح الخير، أم صلال علي، أم العمد، ذكر أخونا يوسف مسعيد وصوب السوق، كثير من الأماكن. نتمنى إيجاد حل لهذا الموضوع، يعني كثرة الاتصالات، كثرة الملاحظات على هذه المشكلة، يعني أهالي المناطق خايفين على عيالهم حتى هم يطلعون في الحوش، فمن حقهم يخافون أكيد، يعني الكلاب ضالة أجلكم الله أكيد، يعني شيء يعني يرعب الأطفال تحديدا يعني. فان شاء الله يكون في حل منا الاخوه في وزاره البلديه، الاخوه في وزاره الداخليه، نتمنى يكون يعني ينتج التعاون بينهم بحل جذري لهذا الموضوع، وان شاء الله بانتظار الرد من قبل الجهات المعنيه، والرد يكون يعني رد ايجابي بالحل باذن الله تعالى. عموما مستمعينا عبر اثير اذاعه قطر ومشاهدينا عبر شاشه تلفزيون قطر، التواصل معكم يستمر باذن الله حتى 9:30 في برنامجكم وطني الحبيب صباح الخير. الراسخ تجلى في العظايم بالأمير اللي شموخنا المعالي، روسنا مرفوعة بأقوى عزايم، حبها للصبابة لونها وتالي ينظر التاريخ في رسوم قدايم، يوم رسخ البطل في كل حال جاسم بالسيف يا وطننا دام عزك في جلال مجدك الراسخ تجلى في العظايم بالأمير اللي شموخه للمعالي روسنا مرفوعة بقوى عزايم البطل في كل حال جاسم بالسيف خاض الحرب صايم مثل حر هد من روس الطوالي صاد يومه ينتقي في الصيد حايم الشجاعة والكرم في له مجالي والإرادة حزم في قطع الخرايم بانها بطد نرخص كل غالي وانزم العين خزمها كل زايم ذي قطر ذي دارنا واضح مقالي بنت حمل بردها ويا السمايم عادينا فحنا له زوالي ومن يسالم نفحن للسلم دايم دايم يا الحسود اللي تنافس بك هبالي والله إن واجهتنا بترد شايم حلها للطول
ساحة الوطن نرمي العمايم. وطني الحبيب صباح الخير أعزائي المستمعين أعزائي المشاهدين، حياكم الله مرة ثانية وعودة لمكالماتكم الهاتفية. معنا أبو جبر. أبو جبر صباح الخير. صباح النور، كيف الحال أخوي؟ يا مرحبا أبو جبر، حياك الله. صباح طيب إن شاء الله بخير، يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضل طال عمرك. أخوي أنا عندي حلال ومرقم عند الله يعزكم عند سامعين الثروة الحيوانية. نعم. وطلبت تجديد ترغيم على اساس يزيدوا العلف، لان العلف ما يكفي، يعني الحلال زاد والعلف ما تكفي. طلب ترغيم، قالوا لا احنا موقفين الترغيم، تبي حوله بصاحب اسم بصاحب العزبه ما يصير، يعني انت عندك سياره تحولها باسم ثاني ما يصير هذا الكلام. صح ولا لا؟ ما فهمت يعني شلون، يعني انا عندي انت حلالك بس عندك ما عندك عزبه يعني؟ لا حاطه عند عزة واحد من ربع. طيب زين، ومرقم من زمان على ايام القانون القديم، مرقم كل شيء وموجود عندهم الترغيم وكل شيء، وجايب كتاب عدم ممانعه من صاحب العزبه ان يجددون الترغيم على اساس يصرفون لي علف، يعني عرفت. طيب وانت يبي الترقيم تحت، انت بالترقيم الجديد يتم تحت يعني اسمك انت؟ اي تحت اسمي، يعني تعرف الدنيا حياه وموت. صح ولا صحيح لا؟ صحيح صحيح، الله يطول عمرك يا ابو جبر. صاحب العزبه ولا هذا يتوفى يعني، صح. ولا هذا المحكمه ما تعرف تحجر عليه، صح ولا لا؟ صحيح معي؟ معك. اي يعني ما ليش موقفين، يعني شو السبب؟ مو موقفين حاليا بالنسبه اللي ما عنده عزبه ما يتم الترقيم، هذا هو صح ولا لا؟ الا لما تاخذ عزبه. طيب الحل معناته في العزبة، ها؟ الحل إنه يتم صرف عزبة لك. أنا مقدم من 2014 ما شفنا لا عزبة لا ترقيم، لا يعطونا عزب مؤقتة يا أخي، مو مشكلة يعطونا مؤقتة عزب. لا مؤقتة يعني. بالعكس يكون في إيش اسمه عزب ثابتة إن شاء الله إنها موجودة وبإذن الله إنه يتم صرفها. لذلك وأنا استفسرت، أنا والله استفسرت، قالوا لي مكتب الوزير، متى يوقع الوزير؟ أنا والله الله العالم. الآن يعني ما هو بأول مكالمة هنا صراحة حول موضوع العزب. الآن بجبر موضوع مختلف، يعني الآن عنده ما شاء الله زاد الحلال، رقم يعني قبل يمكن 6 سنين أو 2014 تم الترقيم، أيام ما كان النظام السابق يتم الترقيم ثم يتم تقديم طلب لتخصيص عزبة. الآن تغير، أصبح الترقيم بعد تخصيص العزبة، زاد عنده العدد، لذلك هو بحاجة لأعلاف زيادة، الأعلاف المدعومة من قبل الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة. فيعني إما يتم الترقيم له، لأن قالوا له لازم يتم الترقيم تحت يعني صاحب العزبة اللي هو حاط فيها الحلال، ويقول لك يعني وضعه يعني بيكون وضع غير سليم يعني بالنسبة لأنه يتم ترقيم حلال له باسم شخص آخر. لذلك أتمنى صراحة من الأخوة في وزارة البلدية والبيئة الإسراع في موضوع تخصيص العزب. حالة أبو جبر يقول لك أنا من 2014 تقريبا، من 2014 ومرقم الحلال، لذلك الحل الأفضل هو إيجاد أو تخصيص عزبة لهؤلاء اللي صار لهم فترة طويلة عندهم حلال ومرقم وبحاجة، والحلال ما شاء الله يزيد وكله يصب في مصلحة الوطن، يعني الأمن الغذائي لدولة قطر، وهذا مهم. يعني دعم هؤلاء المربين مربي الماشية مهم جدا للأمن الغذائي لدولة قطر، وهذا دعم، والدعم يعني الأساسي في هذا الموضوع هي تخصيص مكان
يستطيع من خلاله تربية هذه المؤاشفة. لذلك منا الأخوة في وزارة البلدية والبيئة الإسراع في هذا الموضوع إن شاء الله. إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وصلتنا مجموعة من الرسائل النصية القصيرة. هذه رسالة مو بموقع باسم، يعني يقول صاحبها أن أنا يوم الأثنين كنت موجود في أريدو الفرع اللي في الوكرة، يقول أنه يعني عطوني رقم ولكن لم يتم الالتزام بالأرقام، هناك البعض يعني لم يتم إعطاهم أرقام، وفي يعني على حسب كلامه في عشوائية في هذا الموضوع، موضوع الأرقام والدخول. فإن شاء الله يا أخوي أو صاحبة الملاحظة أو صاحب الملاحظة أن يتواصلون معاكم الإخوان في أريدو ويعرفون منكم التفاصيل أكثر، وإن شاء الله هم دائما على تواصل يعني مع البرنامج، وإن شاء الله يتم حل كل المواضيع المطروحة. أيضا من رسائل النصية اللي وصلتنا مستمعينا ومشاهدينا، هذه رسالة من أبو حمد يقول نرجو من الأخوة في وزارة البلدية نظر في ظاهرة سكن العزاب بالقرب من مناطق العائلات في أم سنيم. إن شاء الله يا أبو حمد، وأتوقع الموضوع في إجراءات معينة حسب ما وصلنا يعني رد سابق من قبلهم الأخوة في وزارة البلدية، أنه يكون في تسجيل شكوى ويكون في رقم شكوى ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلهم. ما أدري إذا أنت قدمت شكوى رسمية عندهم أو لا. عموما إن شاء الله راح يتواصلون معك الأخوان في وزارة البلدية ويتم النظر في هذا الموضوع، يتم أخذ الإجراء اللازم. أيضا هذه رسالة من أبو حمد يقول كانت عنده مشكلة في مركز معيذر الصحي أمس، يعني ذكرنا تم تأخيره، وأيضا يعني بعض التعامل يقول من البعض، تفاصيل كثيرة يعني مذكورة في هذه الرسالة. إن شاء الله يا أخوي أبو حمد، الأخوان في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بما أنهم هم المسؤولين عن المراكز الصحية راح يتواصلون معك، وذكر لهم كل هالتفاصيل وكل اللي صار معك سواء في موضوع التأخير أو غيره من تعامل، وإن شاء الله أيضا يعني ينبهون على المراكز الصحية من قبلهم في يعني التعامل الجيد مع المرضى المراجعين. تعامل جدا مهم، يعني أكيد له دور في تقليل التوتر للمراجع للمريض، فإن شاء الله ينبهون عليهم الأخوان في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وبالنسبة لرسالة واتساب، يعني ذكر أخونا يوسف أنه يعني بعث لنا فيديوهات خاصة بموضوع الكلاب الضالة أجلكم الله، فعلا وصلت هذه الرسائل هذه الفيديوهات، ومثل ما شفنا في الفيديوهات هذه مجموعة كبيرة فعلا في أكثر من منطقة، وهذا دائما يعني اللي يأكدون عليه أصحاب الملاحظات أنه دائما تكون هناك مجموعات معينة في مناطق معينة، وإن شاء الله يكون في حل لهذا الموضوع. عموما معنا هذه المداخلة من معنا خالد أبو هاشم. أبو هاشم صباح الخير. صباحك ورابحك بالخير، شلونك يا بنت طيبة؟ يا هلا ويا مرحبا، طيبة طبعا. الله يوليك الصحة والعافية. أنا ملاحظتين عندي، أول شيء بالنسبة للعزب، الله يطول لي عمرك، أنا مقدم من 2013 من ضمن الناس اللي وافقوا عليهم وكانوا كشوفات في وزارة البلدية. نعم. وعقب ليومك قالوا لنا خلاص إن شاء الله انطروا وعدونا خير من 7 سنين على إن على التوقيع، وعقب ما بقدر قادر ما يندر إيش صار فيهم لحد الحين صار لنا 7 سنين وحنا ننطر. نعم. لا عطونا عزب ولا عطونا شيء. هذه ملاحظة الأولى. طبعا أبو هاشم قبل أن يعني نطرق الملاحظة الثانية، أنت من يعني اللي قدموا على النظام القديم اللي لابد من حيازة حلال وترقيم حلال. من زمان الله يطول لي عمرك، الحين صار لنا من 7 سنين. فعندك حلال مرتب. 7 سنين وعقب ما سألنا قالوا أنتم موافق، أنتم بالنسبة لي أنا قالوا أنت اسمك من ضمن الكشف اللي على التوقيع. نعم. من ضمن الناس اللي موافقين عليهم في على مكتب وزير البلدية السابق. نعم. لحد يومك الله يطول لي عمرك ما شفنا شيء. ان كنت طالب في منطقه معينه ولا في مجمع عزب الوكره؟ نعم. وعدونا قالوا ان شاء الله يعني بيوزعون، وعلى حسب ننطر، ولا حتى الحين ما شفنا شيء الله يحفظك، رغم ان عندنا حلال وعندنا حمام وعندنا دياي وعندنا كل الامور. بتراجعهم اول باول يا ابو هاشم، تتواصل معاهم تشوف موضوعك وين وصل؟ والله عيست وانا اتصل، ما خليت حد ما اتصلت به. متى اخر مره راجعتهم؟ آخر مرة يمكن ما صار لنا يمكن شهر. طيب شنو كان الرأي؟ لا 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 إن شاء الله موعدونا خير إن شاء الله إن شاء الله، والحد رغم أن يعني المنطقة صوب العزب الوكرة الحين المنطقة ضربوها كلها، يعني سووا الأراضي كلها جددوها. نعم أصبحت يعني جاهزة، يعني جهة واحدة كلها سووا الأرض يعني جاهزة بس على التوزيع. نعم. ولحد الحين ما شفنا شيء. إن شاء الله يكون في تخصيص قريب إن شاء الله. الله يكتب إن شاء الله ويسمع منك. نعم. عندك موضوع ثاني؟
ثاني تكرمين حق الكلاب، والله اقول لك المنطقه عندنا مليانه، وكل كلب الله يكرمك كبر البقره. في وين يا ابو هاشم؟ في الوكره الشماليه صوب البفنطاس، مني صوب الوكره سوق الوكره، كل المنطقه الوكره بصفه عامه. يانا فيديو على سوق الوكره بين الفرجان. نعم. اليوم انا والله طالع اودي ولدي المدرسه، والله ثلاث كلاب الله يكرمك قدامي ايش كبرهم، يعني حتى الواحد يخاف يفتح يشرع بابه. بالاضافه كلمنا احنا في الجناح الاثر، اتصلنا فيهم قلنا لهم يا جماعه، قالوا لا احنا مو اختصاصنا، اختصاص وزاره البلديه. نعم. واخر مره وزاره البلديه قالوا لا احنا الحين بنشوف لنا مكان ماوى ونجمع الكلاب. زين لمتى العقب ما تاكل اوادم؟ لا بعيد الشر يعني ان شاء الله. ما صارت ان شاء الله يتم حل الموضوع. يعني الناس يعني اول تقولي ما يخالف، احنا بس الشكاوي زادت. صحيح. وتكرمين يعني شيء الملاحظه صارت علنا قدام الناس، انتشروا في كل اغلب المناطق، يعني هذا اللي وصلنا كل لعنى. المناطق واللي يعني شيء الواحد ما يسكت عنه صراحه. وبعدين الواحد حرام يعني، لحتى لو احنا لو لجينا مثلا نصيدهم ولا شيء ما نقدر يعني. نعم. يبي له واحد متخصص. صحيح. في الامور هذه. صحيح. ان شاء الله الجهات المعنيه تدخل، يحطوا لهم ماده مخدره، يحطوا يعطونهم ابر، يعطونهم حاجه. بالتاكيد في حل يا ابو هاشم، اكيد عندهم حل مهدوده يعني. في الشوارع ان شاء الله يكون في حل، الحلول يعني متعدده في هذه المواضيع، لكن ان شاء الله بسيطه يعني. نعم. ما تبي لها شيء يعني، حتى لو واحد من ياجروا مزرعه ولا ياجرون حاجه ويمعونهم هذا لو يحطونهم فيهم لغايه ما يشوفون لهم حل. نعم ان شاء الله يتم التدخل. ان شاء الله. يعطيك العافيه ابو هاشم، ونوجه ملاحظاتك للجهات المعنيه سواء الاخوه في وزاره البلديه والبيئه فيما يخص التخصيص العزب. ذكرنا من 2013 وكان طالب في مجمع عزب الوكره، وحتى هذه اللحظه لم يتم التخصيص. ذكرنا من يعني نظام القديم عنده حلال وحلال مرقم، فعلا الناس اللي يواجهون هذه المشكله حاليا ان عندهم حلال ومرقم، فيعني محتاجين لتخصيص عزبه في اسرع وقت ممكن. إن شاء الله يتم النظر في هذا الموضوع. أيضا موضوع الكلاب ظل أجلكم الله، أيضا مرة ثانية نوجه الأخوة في وزارة الداخلية وزارة البلدية والبيئة، إن شاء الله يكون في تعاون مشترك في إيجاد حل لهذا الموضوع، وتكون حملات موسعة على أغلب مناطق الدولة. وطني الحبيب صباح الخير، معنا أم الياس. أم الياس صباح الخير. صباح الخير. حياك الله. أهلا وسهلا فيك. بس كان عندي ولا تعليق على مؤسسة كهرباء. أنا وقفت حسابي عندهم في الكهرباء، عملنا تصفية في 7 عداد لأنه نقلت من بيتي لبيت آخر وما في تواصل منهم وما في تعاون. أتصل وما أعرف إيش المشكلة، وما زال المبلغ اللي أنا بدفعه كتأمين لم يرد ولم أعرف ما هي المشكلة. كل ما أتواصل ما فيش يعني ما فيش تعاون منهم، ما فيش رد يعني يتواصلوا معايا باكش فهموني إيش المشكلة، فأنا مش فاهمة إيش المشكلة بالضبط. فتعبت يعني الحين لي تقريبا 3 شهور وانا احاول اتواصل عشان افهم ايش المشكله، وما زال الموضوع هذا كله في يعني موضوع ارجاع مبلغ التامين نفسه. ايوه، وتصفيه الحساب الاخير يعني انا دافعه لحد اخر فاتوره، بس عايز اعرف هل في فاتوره شهر تقريبا زي 10 ايام او 15 يوم اللي هي من 7/12 الى 24/12، ما زال الموضوع معلق. فانا بقولهم بيقولوا لي اخر مره انه كان في مشكلة والحساب ما زال أكتف. طيب. فعملت كومبلين ومنتظرة منهم التواصل وما بيتواصل أحد. وفي البداية تم تقديم طلب لإيقاف. أيوة، أنا اتصلت بهم تليفون عشان أوقف الخدمة، قالوا لي وقف الخدمة عبر التطبيق. طيب. فأوقفت الخدمة عبر التطبيق وحملت الآيبان وكل شيء، فرجعوا مرة تانية يقولوا لي لا الآيبان ما محمل. قلت الآيبان محمل، حتى بفتحه من التطبيق عادي بشوف. فرسلوا لي رقم واتساب، قالوا لي خلاص ابعثي الآيبان على هذا الرقم، وبعثته. والآن من يوم ما بعثته إلى الآن لنا شهر و15 يوم ولم يتواصل معي أحد. وتتواصلين معهم لحد الآن يقولون لك في مشكلة في الموضوع؟ أيوة، تواصلت اليوم نفس الشيء. تواصلت اليوم نفس الكلام، ما بيقدروا يفيدوني ما هي المشكلة. طيب، من الأخوة في كهرماء أتمنى منهم التواصل، يعني الآن صار لهم فترة صراحة، أتمنى أن يكون التواصل قريب معهم، لأنه في مجموعة من الملاحظات التي وردتنا وبحاجة للرد، بالإضافة إلى ملاحظة الأخت أم الياس اليوم يعني قدمت لإلغاء الخدمة أو إيقاف الخدمة من فترة يعني من بداية شهر 12، وحتى هذه اللحظة لم تسترد مبلغ التأمين ولم يتم إفادتها بالمبالغ المتبقية عليها حتى يتم دفعها أو خصمها من مبلغ
التأمين. فمنا الأخوة في كهرماء نتمنى صراحة أنهم يتواصلون مع ملياس وكذلك أنه يكون الرد قريب بإذن الله حول المجموعة السابقة من الملاحظات والشكاوي التي وصلت إلى البرنامج حول كهرماء. نعم، عودة لرسائل وصلتنا، رسالة نصية ورسائل واتساب. هذه رسالة من أبو صالح يقول أنا عندي شكوى على السوبر ماركت اللي في أسواق الفرجان في عين خالد ومسنين. يقول يعني في ارتفاع لأسعار المواد اللي يأخذونها، يقول أضعاف الأسعار اللي في المحلات الأخرى. عموما الأخوان في وزارة التجارة والصناعة هم الأقدر على التأكد من هذا الموضوع، نتمنى منهم أن يعني يتواصلون معك ويتأكدون منك، وإن شاء الله لو فعلا في أسعار مضاعفة الإجراء إن شاء الله عندهم، وإن شاء الله يكون في تدخل في موضوع الأسعار. ايضا متواصلين معكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر اثير اذاعه قطر وعبر شاشه تلفزيون قطر. هناك ايضا العديد من الرسائل اللي وصلتنا رسائل نصيه ولكن بعضها يكون مقطوع مع الاسف، ودائما نذكر ان اذا كان في شرح مطول الافضل الارسال عبر خدمه الواتساب او المداخله الهاتفيه تكون افضل على اساس ناخذ كل التفاصيل من المستمعين. وطن الحبيب صباح الخير، نتمنى صراحه من كل الجهات اللي صار لها فترة لم تتواصل معنا بالردود، اللي أقصد أنا الردود، أتمنى أنهم يعجلون بموضوع الردود لأن من المهم أن يعني يتم يعني الرد على الملاحظات التي ترد إلى البرنامج عبر البرنامج. نعلم بأن كثير من الجهات ولله الحمد يعني يتواصلون مع أصحاب الملاحظات وكذلك يقومون بحل هذه الشكاوي أو هذه الملاحظات، لكن من المهم ان احنا بعد في البرنامج نعلم بانه تم حل هذه الملاحظات وبعض الملاحظات والشكاوى بحاجه لوقت نعلم ذلك، لكن الردود ان شاء الله انها تكون يعني مستمره ومتواصله مع برنامج وطن الحبيب صباح الخير من قبل الجهات المختصه. وطن الحبيب صباح الخير، عودة لكم، عودة لمكالماتكم الهاتفية. معانا عبد الله. عبد الله صباح الخير. صباح النور ومرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. يا هلا ومرحبا، تفضل. أختي أنا جاي بدواء من الخارج من برا. نعم. وعند إدارة الصيدلية والرقابة الدوائية. نعم. فالدواء هذا بأفحصه بتأكد هو سليم في حاجة في شيء، فالجماعة هنا ما حد استلم من الدواء. راجعت الأخوان في وزارة الصحة؟ أنا دحين عند الباب وعند السكرتي منعني أني أطلع فوق، وقلت له بي أقابل المديرة. طيب. قال في اجتماع، قلت عطني سكرتيرتها، كلمت السكرتيرة بالتليفون، قلت خلني أكلمها عشان أفهمها بالموضوع. رفضت أنها تكلمني، والدواء معي ماني عارف أعطيه من علشان يفحصون لي الدواء. صحيح، انت محتاج فقط فحص هذا الدواء يعني على اساس انها تكون على بينه وتكون متاكد هل هو سليم ولا غير سليم. أكيد. وانا عند الباب الحين واقف عندهم اداره الصيدليه والرقابه الدوائيه. نعم. فما ادري وين اروح، يعني صار لي ساعه كامله وانا جالس عندهم، فقال لي الدكتور بيشوفه، اخذت لي ساعه ولا جاء دكتور ولا شيء، ما انا شايف حد. نعم، يعني كل اللي طالبه بس فحص الدواء يا اخوي عبد الله فقط عشان اطمئن، يعني ما بياخذ الدواء وانا خاف في حاجه ولا شيء. ان شاء الله ان شاء الله يا اخوي عبد الله، وبما انك موجود حاليا عندهم اذا كانوا هم على استماع حاليا لبرنامج وطن الحبيب صباح الخير، ناشدهم ان يخلصون هذه المعامله الخاصه بفحص هذا الدواء والتاكد منه على اساس انه يقدر ياخذه وهو مرتاح وهو مطمن. فان شاء الله يعني معامله بسيطه ولكن يعني تحتاج الى سرعه الاجراء من قبل الاخوه في وزاره الصحه، وان شاء الله يتم اجراء المعامله هذه باسرع وقت ان شاء الله. يعني الأخ عبد الله بس يبي يتأكد والله هل في آثار جانبية، هل في أعراض من الدواء، ما هي مركبة أو مركبات هذه هذا الدواء.
لذلك نتمنى صراحة من الأخوة في وزارة الصحة يعني التواصل معه، رقمه موجود عندنا وإذا حبوا بإمكانهم أن يتواصلون معه. موضوع ثاني قبل لا نختم، يعني نذكر أنفسنا ونذكركم أعزائي المستمعين وأعزائي المشاهدين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وطبعا أولها لبس الكمامة والمحافظة على نظافة وغسل اليدين واستخدام طبعا المعقمات، وكذلك المسافة الاجتماعية الآمنة بيننا في يعني تعاملاتنا خلال اليوم، حتى لو رحنا مثلا أماكن يعني تخليص معاملاتنا أو إجراءات معينة. هناك الأفضل إذا استطعت أن تنجز هذه المعاملات طبعا عن بعد أونلاين أو عن طريق المواقع أو عن طريق التطبيقات التي وفرتها معظم الوزارات، يعني كل الوزارات الآن الخدمية لديها إما موقع إلكتروني خاص بإنهاء هذه المعاملات أو حتى تطبيقات خاصة بالهواتف الذكية لإنهاء. لذلك يعني إذا في إمكانية أنك أنت تنهي هذه المعاملات عن طريق هذه التطبيقات وهذه المواقع الإلكترونية فالأفضل أنك تنهيها عن طريق هذه التطبيقات. في بعض المعاملات القليلة يعني في حالة ذهابك إلى أي جهة رسمية الالتزام بهذه الخطوات اللي ذكرناها وهذه الإجراءات البسيطة والتي بإذن الله ستحافظ على حياة الآخر وكذلك ستحافظ عليك أنت. لذلك موضوع الكمامة مهم جدا، والتباعد الاجتماعي أو المسافة الاجتماعية الآمنة التي لا تقل عن متر ونصف أو مترين بينك وبين الآخرين هذا مهم جدا، مع تمنياتنا للجميع بالسلام إن شاء الله. إن شاء الله. هذه رسالة نصية وصلت زميل محمد، يعني صاحبها يقولنا في تفاعل معه بخصوص أتوقع موضوع يمكن أطرحه في البرنامج، موضوع السيارات المهملة، فيقول تواصل معه أحد الأخوة من بادية الريان ولكن المشكلة ما زالت يعني قائمة والسيارات موجودة بانتظار رفع هذه السيارات من هذه المناطق. يعني ما ذكر تفاصيل كثيرة وش المناطق تحديدا، ولكن تأكد يا أخوي إن شاء الله الأخوان في وزارة البادية والبيئة أنت محدد بادية الريان إن شاء الله راح يتواصلون معك، واللي كنا يعني دائما نطلع عليه من خلال حتى أخبار الجرائد أنه في حملات موسعة لإزالة السيارات المهملة في كل مناطق الدولة، وهذه الحملات مستمرة أتوقع حتى هذه اللحظة ومتواصلة يعني في كل المناطق، وأيضا لنا إحنا بعد دور في الإبلاغ عن هذه السيارات وتقديم شكوى بهذا الخصوص عموما من الأخوان في وزارة البادية تحديدا بادية الريان. ومع هذه الملاحظة نكون وصلنا معاكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج وطني الحبيب صباح الخير، على أمل لقاء بكم بإذن الله تعالى يوم الغد وفي نفس التوقيت من الساعة 8-9:30 في برنامجكم وطني الحبيب صباح الخير، وأجمل التحايا من فريق العمل الإذاعي والتلفزيوني. إلى اللقاء.